معنا هاتفيا من واشنطن رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية دكتور صفي الدين حامد. مرحبا بك دكتور صفي الدين. إذن البيت الأبيض ذكر أن هناك قمة محتملة بين ترامب ونظير الصيني في نهاية هذا الشهر، ما توقعاتك لهذه القمة وسط محاولات تقارب بين هذين القطبين الاقتصاديين؟ تحياتي لك ولكل المشاهدين، شكرا على استضافتي. انا في اعتقادي ان الحرب التجاريه اللي بداها للاسف الرئيس ترامب في رفع التعريفات والضرائب على المستورد الصيني، اعتقد ان دي هتتغير وهتتغير بسرعه، لانها الحقيقه بسبب يعني عدم التخطيط الاقتصادي الجيد سبت انها بتضر الانسان الامريكي وبتضر العالم كله الحقيقه، سواء الصين او اوروبا. فاعتقد ان هيبقى في طريقه يعني بقدر الامكان الانسحاب التدريجي او المصالحه وتخفيض هذه الاشياء اللي ابتدعها ترامب، وللاسف لم تجي لا في مصلحه الصين ولا في مصلحه امريكا. يعني في بادرة لإنهاء هذا الصراع الاقتصادي بين أمريكا والصين، واشنطن قررت تأجيل الزيادة المقررة بالرسوم الجمركية على البضائع الصينية. كيف ترى هذه الخطوة في وقت يراه البعض خضوعا من الرئيس ترامب؟ هو ليس خضوعا قد ما هو يعني رجوعا للحق، إن يعني حتى السيدة اللي كانت مديرة البنك المركزي في أمريكا وهي دلوقتي يعني استقالت من منصبها، لكن لأول مرة يعني تكلمت أمس، قالت يعني أنه يبدو أن الرئيس ترامب لا يفهم كثيرا في الماكرو إيكونومكس أو الاقتصاد العالمي يعني. فيعني واضح أنه كان شيء متهور ومتسرع إلى حد كبير، وهو لم يعني يسأل الخبراء. فدلوقتي يعني الرجوع للحق فضيلة. طيب ما الفائدة التي يمكن أن تعود على أمريكا من جراء هذا القرار الذي رحبت به الصين؟ أنا أعتقد المستهلك الأمريكي والجماهير الأمريكية طبعا سعيدة، لأن كان يعني في كان ضرر عليها هي شخصيا، ما كانتش محسوبة، خطوات لم تكن محسوبة بسبب اعتقادي يعني إن المستشارين الاقتصاديين ما اكدوش الطريقه العلميه الحقيقيه وتركوها لترامب، لان ترامب طبعا بيحاول الجميع ان هو يتفاداه، لانه يعني شخص بيحاول يفرض دائما وجهه نظره سواء بحذر او لا يعني. فهو دي عوده حقيقه، او ستساعد الكثير من البلاد على يعني تخفيف حده التوتر وتخفيف التضخم كمان، لان يعني الاشياء اصبحت اغلى بكثير بسبب الضرائب. ايضا يعني طلب ترامب من الصين ان ترفع الرسوم عن المنتجات الامريكيه، الى اي مدى تعتقد ان تستجيب الصين لهذا الطلب؟ لو ممكن تعيد السؤال لو سمحت. يعني ترامب طلب من الصين رفع الرسوم عن المنتجات الأمريكية، إلى أي مدى تعتقد أن تستجيب الصين لهذا الطلب؟ ده بقولك هو هيبقى في مصالحة أو يعني بالتدريج من الناحيتين، لأن طبعا هو البادي كان هو ترامب وكان الرد الصيني، فدلوقتي هما الاثنين يعني اتفقوا على شيء في وسط الطريق، واعتقد ان هذا هو الاحكم والاسلم للجميع. نعم. يعني تبقى متبادله. شكرا جزيلا كاتفيا من واشنطن رئيس مركز العلاقات المصريه الامريكيه الدكتور صفي الدين حامد.